السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوان أخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشوفوا الحركة غير اعتيادية في مطار محمد الخميس، الناس كتغادر بكثافة خوفا من الإغلاق الذي ينتظر مطارات وينتظر الدول. ربما إيطاليا غتكون اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم تهي غدا تكون سادة، تهي غدا تحبس الطيار، ولهذا كنشوفوا الناس غدا بكثافة. ولهذا من هذا المتحور الجديد اسمه أوميكرون الذي أتى على بغتة، واليوم الناس كاين اللي غادي، كاين اللي غادي بلا وقت، كاين اللي غادي خايف لا يسدوا ما بقاوش يحلوا، كاين اللي مسكين كله والهم ديالو. واليوم الطيارة صبحت زايده الاضعاف الاضعاف. اليوم واحد بغى يمشي مع الوحده وبغى يمشي يخلص في العربيه قالوا لي 180 الف ريال. وشوف ها شحال الزياده زادت. الناس مخلوعه، الناس مخلوعه، خايفه، خايفه لا يبقاش يحلوا عليهم ويبقوا هنا في المغرب. ولهذا الاخوان كما كتشوفوا المطار راه عامر على اخره، كتشوفوا الزحامات، كتشوفوا الناس، كما كتشوفوا الصور الناس غدا راها معاقل، غدا مزروبه، غدا معاقلاش على راسها واش غدا ولا ما غداش من هاد المتحور الجديد، هاد السلاله الجديده. ومرتين تلاحت علينا وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هاد الوباء. كما كتشوفوا الناس والله اليوم عمري ما شفت بحال اليوم، بحال هاد المطار اليوم عامر، الغادي اكثر من الجاد، غادي اكثر من الجاد. وكما كتشوفوا الصور المطر عامر، الناس غادا، الناس جايه، هادشي ما مولفينوش. كيف كتشوفوا الصور لكم مباشره معكم اليوم 29/11/2021. كما كتشوفوا المواطنين، ونخليكم مع الصور وما تنساوش تبارطاجيو وديروا لايك واشتراك في القناة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.